واحد سنوات كانت واحد المناظرة الوطنية اللي دارت في الدار بوزنة كانت مكتوبة على الضرائب. القطاع الوحيد اللي ما حضرش هو قطاع الصيفي. وتخذت واحد المجموعة ديال القرارات الحكومية باش على أساس أن الضرائب في المغرب تنظم وكل شيء ويخلص الضريبة بدون استثناء وكانت موافقة وطنية. ماشي خصنا نكونوا نعترفوا به كاين وغير ما بغيناش. القطاع ديال الصيفي الحين كان ضحية. هو باش داروا لا تيفيا. باش طفقات وهذه النقطة اللي خصنا ندافعوا عليها. هذه النقطة اللي كنا ندافعوا عليها. المسألة ديال الضرائب باش نكونوا واضحين خصنا نهضروا في الفرصة. اللي يكون عندك باخرة شي خصنا نكونوا كاع اعترفوا به. عندك باخرة عندك افير. واش ماشي افير باخرة؟ وأي واحد عنده افير كيخلص الضرائب. قلت له هذا هو الكلام. إذا اليوم الضرائب بدون الرؤية ديالهم في قطاع ديال الصيف. ومن كتكون عندك بين افير عندك جوج يا إما لافير داخلة في اسم شركة والمسؤول عليها هو الشركة ولو جيرون الشركة وإما ما كتكون الشركة كتكون بيرسون فيزيك هو لو كان ديالنا حنا في الصيد الحين ملي كتمشي عقد الجنسية كتلقى محمد بن بوعزة إنما أنا ذكرت ناصونا ديالو اليوم الضريبة كتكتب محمد بن بوعزة إنما أنا ذكرت ناصونا ديالو كتمشي لباريس ديال الدار كتجيب لك الضريبة والدار هادشي هو اللي ولا جديد هادشي حنا طالعين عليه في الواقع بكم الشركة كتكتب النمرة ديال الاس سي الضريبة كدير النمرة ديال الاس سي كتدخل لاطيس كتشوف عليه لاطيس ولا كتشوف شي حاجة في الضريبة ولا مالي بيون ديك بحال الضريبة فقط الناس من انفورماتيزون الامور ولا واحد الشخص كيقلبوا عليه في المال واليوم اللي شفتي قبل وتعرفنا كنعيشوا كاملين الاخوة المحاسبين وغيرهم نعرفوا ممكن تشكروني الله يحفظك مسألة كاين ممكن يديروا تكون عندك افكار في التاسيس الحمد لله وتجي لاكادير ديال القهوة وتمشي للعيون ديال ما عرفتش شنو الطين كيقول لك الضريبه عطيني نمره تاع كاتنا صون كيكتبها كيقول لك انت عندك واحد الطفل في اسيو سير داك الشركه تقيد تجي ديال العيون ولكن سير تقيد في اسيو سير ديك الضريبه في اسيو لانفورماتيزاسيون عطات دابا كل شيء خصنا هادشي هادشي راه التكنولوجيا اللي هو اللي خلقات هاد الامور سهلت على الادارات باش يوصلوا للمعلومه اليوم حنا خصنا نحط الاخوان ندخلوا لهادشي بغينا ولا ما بغيناش اليوم شنو اللي كاين؟ كاين عاوتاني كذلك واحد القانون اللي خرج، القانون خرج هذا وتما الموافقة عليه ملي كتوصل 100 مليون مفروض عليك ماشي بخطر تحط البناء إلا ما حطيتيش البناء قبل كنا فورفيت كنتي 200 مليون ملي كتفوت 200 مليون واخا ما كانوش الناس كيديروها كتفوت 2 مليون ديال الدرهم القانون هذا من السبعينات خصك تحط البناء ولكن كانت الضريبة ما كتعرفش فين كاين الضريبة ما كتعرفش إلا مشات كاع دمار يخدس عقد الجنسية وباقوم بيه أربعة مرات بقى فيه 600 مليون وحتى لو بغاو يخدموا على التيم ما كيعرفوش فين كاين اليوم سهلات على الأم اليوم الوزارة ديال الصيف اليوم كتدخل عليها ديك الروجيسية اللي فيه اللي فيه عقود الجنسية كتعطي الضريبة اليوم هادشي خص إخواني يعرفوا إذا الضريبة ولات عندها تقسيم المعلومة سهل اللي كاين اليوم اللي كاين اللي كاين اللي كاين اليوم الاخوان هو الكلام اللي قالوا اللي قالوا سبقوا لي بين الاخوان وهذه كانت فكره قديمه كانت سبقوا لي شي وقالوا الاخوان هو اننا خصنا نخلصوا الضريبه باقتطاع من البيع وانا كنشكر السي بومرو حيت طرحت واحد الاجتماع قبل المبادره ودار مع المدير العام ديال الضرائب وهذا هو هذا بعد السي بومرو قال له الله يخليك عطيني شويه الوقت خصني نستشر مع المهنيين ونستشر مع الناس اللي عندهم واحد الخبره من الحسابات ناخذ رايهم الى عطوني راي هذا استحسنوه وبغاو راه كلي راه نقدر نقول سي هو انه يبدا الاقتطاع من لاصوص كتبيع يوميا يوميا خصك تخلص ولا بعد نرجع لواحد الموضوع باش نصحح واحد الكلام تاع الدويله لا باكس ريجيونال لا باكس ديال الجهه راه كلنا كنخلصوها ما كاينش اللي كيخلصها ديال الاخوان يوميا كنخلصوها بحالها ما كنعرفوش بها من غير داخله في الباطاكس اللي كنعطيو المو ان بي والمو ان بي كتهزو كتهزو الجهه ما كتبانش هذه واحد هذه واحد خلي الجماعه ما كتهضرش لك 500 مليون هذه واحد ملي كتطلع لبرا كوربوراسيون ولا كتبني عندنا كتخلص كتخلص عند لاين بي سير الفاكتور لاين بي وقل لي بقراها مزيان فيها 3% تاكس ريجونال كلنا كنخلصوا تاكس ريجونال ولكن لا تاكس كتختلف الاخوان المشرعين خلى اختيار لمجالس الجهات هذه تعتبر مداخل لمجالس الجهات ملي كيكون واحد الجهه عندها المداخل كثيره ما كديرهاش في لاطاكس ديال بورتويال كديرها مينيموم 2% ملي كتمشي لواحد المدينه
الجهه ما عندهاش مداخل، الى على المنصب تطلع 90% المشاركة التحتية مش رايحين، ما كاينش رايحين اليوم في اطار الجهويه المستعصى في اطار هادشي الموارد اللي في المغرب، ولاو الموارد مفروض عليهم يطيحوا لا طاكس باش المصدر كينقص عليه الفرق باش يجي عندو يدير الخدمه. الى مشيتي دابا لطونجي مان عطيني مثال، ثلاثه الموارد في المغرب اللي فيهم الكونتوني كاين طونجي مان تخدم هنا وخلاص هذا ماشي موضوع ما كيهمناش ما كنجدوش كاع لان هنا قطاع الصيد البحري قوي من الموارد المشهور. قطاع الصيد البحري اليوم لان احنا الوحيد في المغرب اللي هو خدام اللي هز العالم المغربي، ما كاينش شي باخر هز العالم المغربي منا حنا وراسنا. الى كنا كنفتخروا بهذا الوقت سندافعوا حنا اكثر من تيمي. الى كاين الميناء ديال تيمي صاف طنجه وكاين ديال الدار البيضاء وكاين ديال تكاليف. تيمي صاف شحال دايره في لا تاكسي ريجون دايره 2%، الدار البيضاء دايره 2%، وهكذا دايره 4%. المستورد اللي كيجي في الكونتينر كيفضل يمشي للدار البيضاء لطونجه ويجي هكذا اللي كنزيد عليه في الفلوس. اذا الجهات المفروض عليها دابا اليوم في اطار المنافسه هي رفض الاطار هذا الامر لا يهمنا. نبقاو حنايا في الموضوع ديالنا، الموضوع ديالنا كما قلنا كل باخر هي افير اليوم هاد لي زافير حنا خصنا نوعاو وما تبقاش المسؤوليه الله ما بعد سيبقى في البنك وشركه وما تبقاش شي خاف ويدير البيلون ديالو. ولكن حنا على اساس ان الاتفاق اللي وصلنا ليه مع الوزاره مع المديريه ديال الضرائب انه قلنا اليوم ما يخدمون كاين اليوم 1000 باخره ديال الصيد الساحلي. قولوا لنا انتم الضرائب شحال كتدخلوا اليوم؟ الضريبة كلها في المغرب من الصيد الساحلي ما كتدخل واحد 300%، هادشي اللي كيدخل هذا الواقع، هادشي اللي كيدخلوا اليوم. اذا هاد الاقتراح اللي جاوب الاخوان فيك راه كانت خدمه ماشي اليوم، كنشكرهم لان كانت خدمه اليوم وصلنا لها باش هما بغاتو يقدروا لنا اليوم. قلنا لهم كاين 1000 باخره، اذا كل 1000 باخره خلصت لكم كلها غير جوج ملايين في العام هي 0.5 في القطاع ديال المبيعات راه غادخلوا